بسم الله الرحمن الرحيم. كل وصية تصدر من إمام وتوجه إلى المؤمنين هي بطبيعتها يكون لها وقع عند من يؤمن بوجوب طاعته، من هو يتولاه، من يشعر معه بهذه مشاعر الولاء الصادق ويشعر أنه امتداد للنبي صلى الله عليه وآله. لكن الإمام العسكري عليه السلام باعتبار ما هو مشرف عليه من غيبة المعصوم في ودائعه وفي وصيته لشيعته، هناك خصوصية إضافية، فهذه عادة تجعل المؤمنين ينظرون إلى وصيته بنظرة استثنائية، وقد يتأثرون بها من هذه الجهة أكثر من وصاياهم الأخرى، لا سيما أن هذه الوصايا حسب الظاهر هي معبر عن الطريق إلى أن يكون المرء مع أوليائه في الآخرة، وهو شأن المؤمن الموالي الصير ولاءه ويقتضي أن يكون غاية منى لديه أن يكون مع أوليائه. هو الولاء هكذا يقتضي، إنسان ينجذب إلى أوليائه، هو اللي فارق الزيارة، زيارة القبور مدة، هو يشعر بوحشة شديدة أنه بعد عن أوليائه. فكيف يقدر الإنسان يتصور وهو عنده ولاء صادق أنه نعوذ بالله نعوذ بالله اللهم إنا نعوذ بك أن يفارقهم إلى الأبد، خلص يكون بعد بعيد عنهم، هواي صعبة فارقهم إلى الأبد، وهناك قوم من أخوانه من أهله يتنعمون، وكان أيضا عند نفس الفرصة يتنعمون بقربهم صلوات الله عليهم في دار النعيم الأبدي، دار الرضوان، الأمر يصير هواي صعب. فهذه النصوص ننظر إليها مو فقط نظرة أنه صدرت من واعظ متعظ إحنا نحاول أنه نستفيد منها ونتأثر بها، بل أصلا ننظر إلى هاي نظرة الولاء. الولاء هو من أهم ما يبني في الشخصية الالتزام والتقوى، هكذا ورد في تحف العقول. وقال عليه السلام لشيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر. حتى الفاجر تؤدى له الأمان. بعد وطول السجود أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، هكذا ورد. وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، هو هذا ترى دين رسول الله، هو هذا. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم، في عشائر يعني هو في مناطقهم، صلوا معهم يعني، واشهدوا جنائزهم، إشارة بعد واضح للمخالفين اللي هم كان الأئمة تحملوا منهم مو فقط الإحان والأضغان والكيد، وإنما حتى القتل قد تتبعوهم، يعني ما منا إلا مقتول أو مسبوق. بني واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. لاحظوا هذه حيثية الولاء إيش قد الأثر، هو يقول هذا يسرني، هذا يسرني، يعني هو باني أنه هم يهتمون بإدخال السرور عليه ويجتنبون مساءته، يحبونه ويفضلون إمامهم على آبائهم وأمهاتهم، من يقولون في أمام قبورهم بأبي أنت وأمي، يقولون أيضا أمام كلماتهم ونهجهم أيضا هم بأبي أنت وأمي، المفروض هكذا. يقول هذا يسرني ذلك، اتقوا الله وكونوا زينا، زينا لمن يا سيدي؟ يعني زينا له،
ولا تكونوا شينا جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله. لا تكونون أنتوا إلبا لعدونا علينا، يعني عونا لعدونا علينا، اللي أنتوا صيروا سبب في أنه تخففون الأمور نصرون، هذا نحو من النصرة لنا أنه أن تستقيموا في سلوككم. وادفعوا عنا كل قبيح فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. هذه الدعاوى الكبيرة التي يدعونها صلوات الله عليهم، ما يجرأ أحد أن يدعيها. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى، فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات، احفظوا ما وصيتكم به وأستودعكم الله. صلوات الله عليك يا سيدي، وأقرأ عليكم السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.